بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات الـ Document Information Management Course. إحنا النهاردة 28 مايو 2022، لسه مكملين في الموديول الأولاني بتاع الـ Foundation of Document and Information Management، وكنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الـ Standards بتاعت الـ ISO 9001، وقلنا إن هي بتنقسم لأربع أقسام. عندنا أول حاجة الـ Plan، الـ Do، الـ Check، بعدين آخر حاجة الـ Act. وقلنا إن إحنا بدأنا في الـ Standard بتاعة الـ ISO، قلنا إن هم 10 Standard، قلنا أول 3 منهم غير تطبيقيين اللي هم الـ Scope والـ References والـ Definitions. قلنا الثلاثة دول هي Clauses موجودة في الـ ISO، بس هي Clauses غير تطبيقية. بدأنا نتكلم عن الكلوزز التطبيقية. التطبيقية اللي هي أول حاجة الكونتكست أوف أورجنايزيشن، وقلنا الأيزو بيسأل شوية أسئلة أو بيحب إن هو يتأكد إن الشركة فاهمة شوية حاجات في السوق، الشركة فاهمة سياق السوق ولا لأ، سياق المؤسسة وطبيعة النشاط بتاعة النشاط اللي هي بتقوم بيه في السوق بالشكل التفصيلي ولا لأ، هل هي محددة المنافسين بتوعها ولا لأ، محددة نقاط الضعف والقوة اللي بتميزها عن الناس التانيين في السوق ولا لا، محددة الفرص والمخاطر ولا لا، محددة الأطراف المهتمة الانترستد بارتس ولا لا، محددة احتياجاتهم بالظبط وعارفة هم محتاجين ايه وبتقدر توفي لهم احتياجاتهم دي، هل عندها سكوب معين هتاخد عليه الشهادة دي ولا اكيد طبعا ان هي ما ينفعش تاخد الشهادة على كل الخدمات اللي هي بتقدمها او على كل المنتجات اللي هي بتقدمها، هي تقدر ان هي تاخد شهادة الايزو على منتج واحد او على خدمه واحده، نبقى عارفين هل هي محدده السكوب ده ولا مش محدده. واخر حاجه نطمن فيها في الكونتكست اوف اورجانيزيشن، هل هي عندها نظام اداره جيد بتقدر ان هي تمشي عليه وهتتابع عليه الكواليتي ولا لا. تاني حاجه اتكلمنا فيها الليدرشيب، وكان اول حاجه كانت بتنقسم لاربع نقط. اول حاجه كوميتمنت مانجمنت كوميتمنت اللي هي التزام الاداره بتطبيق الكواليتي، هل الاداره ملتزمه بتطبيق الكواليتي ولا لا، مش في دماغها الموضوع ده خالص. تاني حاجة قلنا فوكس، كاستمر فوكس اللي هي التركيز على العميل، وسألنا وده بيكون عن طريق حاجتين، يا إما كاستمر سيرفي أو الكومبلينتس، والشركة لما بتتابع ده بشكل كويس أو بتبقى حاطة في اعتبارها متطلبات العميل ورأيه وخدمة ما بعد البيع اللي هي بتقدمها ليهم، تبقى كده الأيزو بتتأكد إن هي حاطة العميل في بؤرة الاهتمام عندها. تالت حاجة كنا بنتكلم عليها البوليسي، واحنا قلنا ان الايزو بيلزم الاداره بكتابه سياسه الشركه بشكل واضح وفي مكان معروف في الشركه علشان تتاكد ان هو فعلا هو ده البوليسي اللي هي ماشيه عليها، هي دي السياسه بتاعه الشركه. حاجه تانية كمان ان الايزو بيحب يتاكد ان هل السياسه دي هي بس ورقه ومكتوبه ومتعلقه على الحيطه، ولا هل الشركه قامت والاداره قامت بنشر البوليسي دي ما بين الناس اللي في الشركه. رابع نقطه اتكلمنا فيها في الليدرشيب، قلنا ان هي توزيع المسؤوليات وتحديد المسؤوليات والمهام والافراد، وكل واحد مسؤول من ايه، وكل واحد المفروض ان هو بيتابع شغله في الكواليتي عن طريق ايه، ودي كانت من ضمن اهم الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الليدرشيب. بعد كده اتكلمنا عن البلاننج، وقلنا ان احنا عندنا البلاننج بينقسم لثلاث حاجات: بلاننج فور اوبجكتيفز، بلاننج فور ريسك، اند بلاننج فور تشينج. البلاننج فور اوبجكتيفز اتكلمنا فيه عنه ان هو ازاي نحط الاهداف وازاي نحط خطط عشان نحقق الأهداف دي، وإزاي ما يحصلش تضارب في الأهداف بتاعتنا، وإزاي أقيس الأهداف وحاسب عليها هل هي اتحققت ولا لا. بعد كده تاني حاجة اتكلمنا فيها الريسك، وقلنا اللي هي planning for risk، قلنا إزاي إن أنا أعرف أحدد المخاطر وإزاي أقدر إن أنا أتعامل معاها، وإزاي أقدر أحدد هل المخاطر دي حاجة خطر أو حاجة مهمة إن أنا لازم أخدها في الحسبان وأعمل لها plan عشان أقدر أتغلب عليها، ولا هل هي خطر هيبقى قليل فانا ممكن ان انا ما احطوش في الحسبان، ممكن ما يحصلش نسبه التكرار وتبقى ضعيفه. ثالث حاجه اتكلمنا عليها planning for change، وقلنا ازاي ابدا اتعامل مع المتغيرات الموجوده عندي واحددها واحدد اهميتها واقيس الريسك اللي ممكن تطلع لي نتيجه عنها. بعد كده اتكلمنا في السبورت، وقلنا ان احنا عندنا بينقسم السبورت لخمس اقسام. أول حاجة الريسورس، قلنا إن إحنا لازم نحدد البنية التحتية للشركة عندي أو للمشروع أو للبروجكت اللي أنا شغالة عليه. اتنين، لازم أهيئ البيئة المحيطة تكون بيئة مناسبة للعمل للموظفين كلهم، وكلهم بمستوى واحد دون التفرقة ما بين أي عامل والتاني.
وبعد كده اتكلمنا عن الكفاءة، وقلنا ان كفاءة العامل لازم تكون مهمة، لازم يقدر ان هو يعمل الحاجة المناسبة ليه ويقدر ان هو يعمله بكفاءة، ولازم ان احنا نعلمه واحنا نرفع من كفاءته في ان هو يقدر يعمل التاسك بتاعته بشكل كويس. بعد كده اتكلمنا عن الاويرنس، لازم ان احنا لو هو كان ضعيف في حاجة لازم ان احنا نبتدي ان احنا نقويه في الحاجة دي، ونبتدي ان احنا نديله كورسز او نديله تريننج عشان يقدر يتعامل في الوظيفة بتاعته دي. بعد كده اتكلمنا عن الكوميونيكيشن، وقلنا لازم نحدد مين بيكلم مين لما بيحتاج يعمل ايه، وايه هي طريقة التواصل. دي حاجة مهمة جدا لازم الايزو بيقيسها عشان يعرف ان اي حاجة، اي مشكلة ممكن تواجه العميل في حاجة معينة في شغله لازم يعرف يكونتاكت مين، والكونتاكت مين بطريقة صحيحة ولا لا. اخر حاجة اتكلمنا فيها كانت الدوكيمنت انفورميشن، وقلنا ان دي ان كل عملية لم توثق ان هي ما اتعملتش، ان احنا كل العمليات اللي احنا لازم نعملها في الايزو لازم تكون عمليات موثقة علشان اتأكد ان العملية دي تمت بشكل صحيح. قلنا ان دي بتنقسم لحاجتين، اول حاجة كرييتيف ان هو ازاي انا بكرييت الوثيقة دي، حاجة تانية ازاي ان انا بكنترول الوثيقة دي وبكنترول الريفيجنز بتاعتها وبعرف هي موجودة امتى وفاليد لحد امتى وموجودة فين علشان اقدر اتعامل بيها. ده كله اللي احنا اتكلمنا عليه المحاضرة اللي فاتت. النهاردة المحاضرة بتاعتنا هتبقى مقسمة جزئين. اول حاجة هنكمل بقية الستاندر بتاعة الايزو اللي احنا ما كملناهاش المرة اللي فاتت، هي من اول 8 لحد 10، الاوبريشن والايفاليويشن، واخر حاجة الاوبريشن والايفاليويشن والامبروفمنت. تمام، دول احنا هناخدهم النهاردة. لو اتبقى عندنا وقت ان شاء الله هنبتدي ان احنا نطبق ده على اول اجراء بنتعامل فيه في الدوكيمنت كنترول علشان نشوف احنا ازاي بنطبق الستاندر والكواليتي ده على الاجراءات اللي احنا بنتعامل فيها يوميا. تمام، هنبتدي في الاوبريشن. اول حاجه الايزو مش بيقول لنا احنا بنعمل المنتج اللي احنا بنعمله ازاي، ما بيقولناش على مراحل تصنيع المنتج. هو الايزو بيدينا خطوات هنمشي عليها من اول ما بدات ان انا افكر في النشاط لحد ما اوصله للعمل، بس هو بيديني ستاندرد عشان كل المنتجات يمشي عليه. لو انا عندي اي نوع من انواع التصنيع ان انا اقدر ان انا استعمل الستابس دي هوصل لنتيجة كويس. بس هو مش هيقول لي انا بصنع الماتيريال دي ازاي او ان انا بقدم الخدمه دي بانهي طريقه. هو هيديني ستاندرد اللي المفروض ان انا اتعامل بيها، بس مش هيعرفني الخطوات دي. يعني هو هيعرفني الخطوات بس مش هيقول لي طريقه التصنيع، هو بيديني ستاندرد امشي عليها بس. تمام، اول حاجه بنتكلم فيها، احنا طبعا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ان احنا اي اجراء بنعمله لازم اول حاجه بنعمل له بلان. فاول حاجه هنا بنتكلم فيها بلانينج اند كنترول، اوبريشنال بلانينج اند كنترول. اولا لازم ان انا احط خطط واحدد المتطلبات بتاعتي. اول حاجه لازم ان انا احدد ايه المتطلبات بتاعتي، ايه الحاجات اللي انا هستعملها في التشغيل عندي، الايكويبمنت اللي انا هستعملها ايه، مين الناس اللي انا هحتاجهم، عدد الريسورسز اللي انا هجيبهم. فاول حاجه لازم نخطط ونحدد ايه المتطلبات بتاعتنا بتاعه الانتاج او بتاعه التشغيل. تاني حاجه ان انا اضع معايير للعمليات، لازم اقول ان العمليه دي لازم تحصل بالطريقه الفلانيه، لازم العمليه دي عشان اقول ان هي عمليه ناجحه لازم تديني نتيجه الفلانيه، لازم احط المعيار ده علشان اقدر اقيس عليه. فدي تاني حاجه ان انا احط معايير للعمليات. تالت حاجه ان انا احط معايير لقبول المنتجات والخدمات، لازم احط عندي ليفل اقول عنده ان هو ده الحد الادنى اللي انا بقبل عنده المنتجات بتاعتي او الخدمات اللي هتطلع. لو هي اقل من كده مش هينفع اقبلها، ولو هي اكتر من كده ممكن اقبلها. تمام، فتالت حاجه قلنا وضع معايير لقبول المنتجات والخدمات. رابع حاجه تحديد الموارد المطلوبه. دي الايتم ده احنا بيتكرر معانا كتير، ان انا لازم في اول ما بحدد المتطلبات بتاعتي لازم احدد ايه الموارد اللي انا هستعملها في الستاب دي علشان يبقى انا خلاص عندي الستاب التانيه ان انا هبتدي ان انا انفذ. عندي الموارد، عندي عارف انا محتاج ايه، يبقى خلاص ان انا هبتدي التنفيذ. فقلنا رابع حاجه تحديد الموارد المطلوبه. خامس حاجه مراقبه العمليه، مهم جدا ان انا احدد معايير للمراقبة، إن أنا وأنا براقب العملية ما استناش لحد ما يحصل الإنتاج للآخر ويبقى المنتج عندي كامل 100% وبعدين أبتدي أعمل عليه تشيك وأقول آه ده هو كده، ده مطابق ولا غير مطابق. طب ما أنا كان قدامي في البروسيس نفسها
العمليات اللي بتحصل في خلال فترة التشغيل أو في خلال مراحل التشغيل، إن أنا أقيس هل العمليات دي فعلا كده هتطلع المنتج مطابق للمواصفات ولا لأ. فقلنا خامس حاجة مراقبة العملية، سادس حاجة مراجعة وتوثيق المستندات. احنا لسه بنقول من شوية إن أي عملية لم توثق لم تحدث، فأنا لازم إن أنا أوثق كل الستبس اللي أنا عملتها دي علشان أبقى عارف إن أنا لما أجي أتشيك أبقى أنا عارف إن أنا عندي الدوكيمنت دي بتقول إن أنا المفروض إن أنا الكريتيريا بتاعتي دي فاليد من كذا لكذا. إيه اللي هيثبت ده؟ إلا لو كان موجود على ورقة مكتوبة أو إن هي موجودة أو إن هي ستور للورقة دي. دلوقتي لو العامل ده مثلا مشي من مكانه على الآلة اللي هو شغال عليها، طب مين اللي هيثبت إن طب العامل ده حافظ إن الكريتيريا بتاعته من كذا لكذا؟ طب مين يقول إن العامل ده لما في يوم ياخد أجازة ولا ياخد أجازة مصيف ولا إن هو تعب فجأة أو إن هو مشي أو حصل أي حاجة لا قدر الله، إن يقدر الشغل يفضل مستمر؟ إن يبقى في ورقة بتقول إن الكريتيريا بتاعت الأكسبتنس بتاعت المنتج ده من كذا لكذا، ده اللي هيخليني هنا أبقى أنا متأكد إن كل حاجة تمام وإن كل حاجة دوكيمنت. آخر حاجة بنتكلم فيها مراقبة عمليات العمليات اللي هو مخطط ليها والغير مخطط ليها. يعني أنا دلوقتي عملت خطة وحددت الكريتيريا بتاعتها وحددت الموارد اللي أنا محتاجها وحددت العمليات نفسها خلاص ورقبت العمليات، دلوقتي أنا ممكن ينتج عندي بعد العمليات دي إن حصل مثلا عندي أكشن مش محسوب، حاجة أنا مش مخطط لها وحصلت. مثلا كان في حصل مثلا عطل مثلا في مكنة معينة في الشفت ده، فبالتالي أنا حصل إن أنا عندي عجز في الإنتاج في الشفت ده فما قدرتش إن أنا أحقق المطلوب مني. إيه الخطوة اللي أنا هعملها؟ إيه الستبس اللي أنا ممكن أعملها بعد كده؟ فلازم أحاول إن أنا أعمل تغيير، يبقى عندي خطة بالتغييرات اللي أنا خططت لها، خلاص أنا عندي كنترول على الحاجات اللي أنا مخطط لها، وعندي خطة للتغيير في الحاجات اللي بتظهر لي فجأة اللي أنا مش مخطط لها بعد. تمام؟ دي كده أول حاجة planning and control. تاني حاجة هنتكلم عنها الريكويرمنت. الريكويرمنت هنا بتنقسم لأربع حاجات. أول حاجة customer communication، لازم أعمل communication مع الكاستمر بتاعي عشان أحدد متطلباته بشكل واضح. بيحصل أكتر من meeting قبل ما يحصل أي منتج مع الكاستمرز عشان تحدد هم عاوزين إيه بالظبط، تحدد كل التفاصيل بتاعت الطلبات بتاعتهم بشكل واضح. ده أول حاجة. تاني حاجة determine and the requirement، لازم أحدد إيه الطلبات بشكل واضح وأكتبها علشان تبقى موثقة ما بيني وما بين العميل، علشان ما يرجعش يقول لي بعد كده لا أنا ما كانش قصدي الحاجة الفلانية، لا أنا كان قصدي اللون الفلاني، أنا كان قصدي مثلا اللون البيج، إنما حضرتك اللي أنت مديهولي ده الأوف وايت. فالحاجات دي لما بيبقى معاها سامبل، لما بتكون موثقة، لما بتكون مكتوبة، لأن العميل ممكن يبقى في تخيله حاجة والواقع هيطلع حاجة تانية غير تخيله. فلما هو يلاقيه مكتوب في ورقة موثقة هيعرف إن هو ده الناتج بتاعه، عشان يوم ما يطلع الناتج زي الورقة الموثقة اللي معايا دي وهو مش موافق عليه، لا هيبقى في ما بيننا فيصل إن الورقة دي بتقول إن الإنتاج هيبقى طالع بالشكل الفلاني. فبالتالي دي هتبقى سبب لفض منازعات كتيرة ما بين الكاستمرز وما بين الناس اللي شغالين معانا، علشان ما يحصلش مشكلة في الإنتاج بعد كده أو مشكلة مع العملاء بعد كده. بعد كده قلنا review of requirement، لازم أراجع الريكويرمنت دي وأحدد هل هي الريكويرمنت دي ممكن تنفيذها ولا لا. يعني ممكن مثلا يكون طالب العميل طالب حاجة خيالية ما ينفعش ان انا انفذها على ارض الواقع، فلازم احدد مش كل حاجة هو هيقولها هقدر انا اعملها له، في حاجات ممكن ما اقدرش اعملها. فلازم اول حاجة احدد هل الاحتياج ده قابل للتنفيذ ولا مش قابل للتنفيذ، انا هقدر اعمله ولا مش هقدر اعمله. هو طالب ان انا خلصت المبنى ده within one week وانا ما عنديش الريسورس اللي تخليني اشتغل الكلام ده كله في اسبوع واحد، ممكن اخلصه في شهر، هخلصه بس ممكن اخلصه في شهر. فانا كده عندي الشرط الطلب بتاع العميل غير قابل للتنفيذ. فحاجه من اتنين، لا اما انا هحاول ان انا اجيب ريسورس تانية عشان اضغطه وهو هيبقى فيه تكلفه زياده عليه علشان اخلي اقدر ان انا اخلص الجزء ده في اسبوع، او الحاجه الثانيه ان انا هقول له لا ده هيخلص في شهر بنفس الكوست بتاعت حضرتك حاططها دي. فده اللي هيخلي فيه عندنا تشينج تو ريكويرمنت، ده اللي هيخلي عندي شويه تغييرات ممكن تحصل في الريكويرمنت بتاعه العميل، ولازم نكون متفقين عليها من الاول وتكون واضحه لينا احنا الاثنين.
فهنا الريكويرمنت قلنا عليها ان اول حاجه لازم نجمع احتياجات العميل، ولازم نحدد هل الاحتياجات دي قابله للتنفيذ ولا لا، وهل ممكن ان انا اجمع كل الطلبات دي في حاجه واحده، ولا هي الحاجات دي حاجات سيبريت ما ينفعش ان انا اجمعها. ده كده تاني حاجه الريكويرمنت. تالت حاجه الديزاين، التخطيط لعمليه التصميم. هنا مش بيتكلم عن الديزاين بس بتاع الكونستراكشن، هنا بيتكلم عن الديزاين عامه، اذا كان منتج او اذا كان خدمه، يعني حاجه زي كده زي البروتوتايب، حاجه كده يعني نقول ان هو تصميم للخدمه هيبقى شكلها عامل ازاي، تخيل ليها. فاول حاجه قلنا ايه؟ تخطيط لعمليه التصميم. اتنين، تحديد مدخلات عمليه التصميم علشان ابقى عارف ان ايه هي المدخلات. انا طبعا الاول حددت الريكويرمنت وحددت الريسورسز بتاعتي، دلوقتي بقى هبتدي ان انا اشوف ايه المدخلات اللي انا محتاجه اعملها في عمليه التشغيل دي علشان تطلع لي الاوتبوتس اللي انا شايفها. فلازم يبقى عندي تحديد لعمليه للمدخلات اللي انا هدخلها في عمليه التشغيل دي، ولازم ابقى عامل حسابي على شكل المخرجات اللي هتطلع لي من الاوتبوتس اللي هتطلع لي من العمليه دي. انا كده حددت الانبوت وحددت وتخيلت عملت اكسبكتيشن للاوتبوت، محتاج كمان ان انا اراقب عمليات التنفيذ علشان الانبوت يتحول لاوتبوت. مهم جدا ان انا اراقب عمليات التنفيذ دي عن قرب وعن فترات قليله علشان ما اتفاجئش بالاوتبوت ان هو حاجه غير مطابقه، وساعتها هيبقى عندي مشكله ان انا اودي الحاجات دي، ساعتها هيبقى عندي اهلاك، هيبقى عندي ان انا تكلفه زياده، هخسر وقت في ان انا اقعد اعمل الشغل ده تاني من اول وجديد. انما لو عندي عمليات مراقبه موثقه ستيب باي ستيب في كل عمليات التشغيل بتاعتي، هيبقى هيسهل عليا كتير وهيوفر عليا فلوس كتير وهيوفر عليا وقت. تمام، نيجي بعد كده للاكسترنال بروفايدر. مفيش حد بيشتغل في اي مجال ما عندهوش ما بيحتاجش الموردين، دي بنسميها اداره الموردين. لو كان شغالين في الكونستراكشن، فبتلاقي في الكونستراكشن بيحتاج ان هو شركات معينه تورد له حاجات معينه للمشروع عنده. لو احنا شغالين في مجال التصنيع، فاحنا بنحتاج مثلا حاجه مثلا زي تصنيع الشيبسي مثلا، مش هي بس الرو ماتيريال مثلا ممكن تكون عباره عن بطاطس، طيب تمام اوكي، يعني هو ممكن يزرع ارض جنبه شويه بطاطس عشان ياخد يعمل منها الشيبسي، طيب بس هل هو هيعمل بطاطس بس؟ لا، هو هيحتاج ماتيريال تانية زي الرو ماتيريال تانية زي الزيت مثلا. طب هل هو هيعمل مصنع علشان يصنع الزيت علشان يبتدي يعمل عمليات تصنيع الشيبسي؟ لا طبعا، هو هيستعين بمورد خارجي علشان يورد له الزيت اللي هيعمل بيه البطاطس. طيب عشان يورد ده، هو ممكن يتعامل مع اي حد كده في الشارع عشان يورد له ده؟ لا طبعا، يعني هو ما ينفعش اصلا يكون هو مضيع كل المجهود والوقت ده في عمليات مراقبه وعمليات تشغيل وتطبيق ايزو وتطبيق كواليتي، ويجي يدور على حد ما يكونش مطبق نفس المعايير دي معاه. اولا هيتكلموا لغه غير مفهوم، هيبقى ده بيتكلم بستاندر وبكواليتي وبسيستم، والراجل التاني ده بيتكلم كده اي حاجه مش فاهم، كأنك جايب حد بيتكلم انجليزي مع حد بيتكلم كوري، فالاتنين مش هيقدروا يوصلوا لنفس اللغه. فحاجه من الحاجات المهمه ان لازم المورد يكون عنده نظام اداره جيد يتعامل بيه في شركته. وفي شركات بتعمل اوديت انترنال اكسترنال اوديت على شركات تانية عشان تبتدي ان هي تتعامل معاها في توريد الرو ماتيريال بتاعتها، علشان تتاكد ان هي عندها كواليتي مانجمنت كويس وقوي علشان تبتدي ان هي تتعامل معاها بعد كده في السكوب بتاعها. طيب انا دلوقتي عملت الاوديت بتاعي وطلعت الشركه زي الفل، انا ايه الفايده اللي هتعم عليا لما اعرف ان الشركه دي شغاله عندها كواليتي مانجمنت سيستم؟ اولا هتاكد ان هي عندها، ان هي هتديني المنتج او هتديني الرو ماتيريال اللي انا محتاجه منها كل مره نفس الكفاءه بنفس الجوده في نفس الوقت اللي انا محتاجه بالكميه اللي هتقدر توفرها لي. اكيد لو الشركه دي مطبقه الايزو عندها او مطبقه الكواليتي مانجمنت عندها، هتبقى هي على نفس الستاندر بتاعي انا اللي انا بتعامل فيه، هيبقى عندها عندها مراقبه على التشغيل، هيبقى عندها مراقبه على الموارد اللي عندها، هيبقى عندها مواعيد تسليم محترمه، هيبقى عندها كميات التسليم زي ما متفق عليه. فانا محتاج ان انا المورد بتاعي يكون عنده نظام اداره جيد، لازم يكون التعاقد اللي بيني وبين الشركه دي يكون تعاقد مفصل، بمعنى
ان انا ابقى كاتب المواصفات بتاعه الماتيريال اللي انا بحتاجها من الاكسترنال بروفايدر ده بطريقه واضحه وبطريقه مفصله. يعني ما ينفعش اقول ان انا محتاج من عنده زيت طعام وبس، لا، لازم اكتب لونه، لازم اكتب كثافته، لازم اكتب لزوجته، لازم اكتب جودته، نوعه ايه، هل هو اول اطفى، هل هو على البارد، هل هو مش، يعني كل التفاصيل اللي انا ببقى محتاجها في الماتيريال. لازم اكتب كل المواصفات بتاعه الماتيريال اللي انا هستعملها منه. تاني حاجه، لازم اتفق معاه واكتب معاه المواعيد بتاعه التسليم، علشان ما يقولش بعد كده لما يجي يتاخر عليا يبقى انا عندي حق ان انا اطالبه بتعويض على التاخير اللي هو عمله عليا. تمام. بعد كده لازم اتفق معاه على الكميات، لازم ابقى عارف ان هو هيورد لي كل شهر مثلا الكميه الفلانيه للمصنع بتاعي، لان انا اكيد مش هوقف انتاج في فتره معينه، فمحتاج ان هو يورد لي كميات معينه بصوره منتظمه في مواعيد منتظمه. تمام. بعد كده لازم اتفق معاه على كميات، سوري احنا خلاص قلنا الكميات، على طريقه الاستلام. انا هستلم منه الحاجه دي عندي ولا عنده، مين اللي هيوصل، مين اللي هيوصل الماتيريال دي، عربياتي انا ولا عربياته هو اللي هيجي يوصلها لي عندي في المصنع. فلازم اتفق معاه على طريقه الاستلام. حاجه تانية كمان، لازم اتفق على تحديد معايير الاستلام مسبقا. يعني قبل ما تبتدي تسلم تبقى انت لازم تكون متفق معاه ان انا هستلم الحاجات دي بتشيك ليست، والتشيك ليست دي لازم هو يبقى عندي كوبي منها، هو عارف ان انا هستلمها بالكراتين مثلا لازم تكون كلها مقفوله بدرجه، وجايه لي مثلا في درجه حراره معينه لازم تكون كلها مقفوله، لازم تكون كلها محفوظه بشكل جيد. فلازم اكتب المعايير بتاعه الاستلام بتاعتي شكلها عامل ازاي، علشان هو ما يفاجئش ان انا لما جيت انا ان انا ارفض الاستلام ده، هو ما يتفاجئش ان انا رافضه ليه، هو عارف ان انا لو هو بعته لي بالطريقه دي انا مش هستلم، فبالتالي لازم يبقى هو عارف كل المعلومات دي. حاجه اخيره كمان، لازم يكون عندي نظام تقييم للموردين. ليه؟ عشان اعرف ان المورد بتاعي ده هل هو بدا الحال عنده يبقى احسن يتحسن. يعني كان الاول مثلا مواعيده مش مظبوطه وبعدين مواعيده ظبطت بعد كده، كان الاول الماتيريال اللي كان بيقدمها لي نص نص، دلوقتي الماتيريال بقت كويسه. محتاجه يبقى عندي اكتر من مورد لكل ماده من اللي انا بستعملها، علشان لو في مورد خلف ميعاده، خلف الاتفاق، حصل اي حاجه، يبقى انا عندي حد تاني يقدر ان هو يساعدني في ان هو يوفر لي الماده دي، ما اعطلش على اي حاجه فيه. فنظام تقييم الموردين ده شيء مهم جدا ان هو يكون موجود عندي في الشركه علشان ابتدي اتعامل معاه. حاجه كمان، عشان لو الشخص المسؤول عن التوريد او المسؤول عن متابعه الموردين مشي في اي وقت من الاوقات، يبقى فيه وراه سجل او بيانات او دوكيمنت انا اقدر ان انا اتعامل فيها في الموردين دول. ما بقاش ان انا متفاجئ ان انا هبتدي ان انا اجمع داتا من اول وجديد عن الناس، لا، يبقى كلهم عندي كل الداتا بتاعتهم وكل الايفالويشنز بتاعتهم علشان ابقى بعد كده اقدر ان انا اتعامل معاهم. تمام. نيجي بعد كده للمرحله الثانيه اللي هي البروفيجن. في البروفيجن هنا محتاج ان انا اكنترول كام حاجه كده. محتاج اول حاجه ان انا اعرف كل مواصفات الخدمه او المنتج اللي انا بقدمه. احاول ان انا اكتب بالتفصيل ايه كل المواصفات بتاعه الخدمه بتاعتي بشكل مفصل. ليه؟ علشان اقدر ان انا بعد كده اعمل له مراقبه. طيب، اتنين، محتاج ان انا اراقب المواصفات دي، هل هي بتتغير ولا ما بتتغيرش، هل المواصفات دي ثابته؟ الطبيعي ان هي تكون المواصفات دي ثابته وما بتتغيرش. ما ينفعش ان انا اكون مثلا مصنع لتصنيع البسكوت مثلا، المره دي البسكوت اللي طالع بحجم معين، بكره البسكوت طالع بحجم تاني، التغليف بتاع العبوه دي النهارده لونه اصفر بكره لونه احمر. ما ينفعش، لازم تكون المواصفات كل مره زي المره اللي قبلها، لازم تكون الجوده كل مره زي الجوده اللي قبلها، ما تكونش ما تختلفش ابدا، لان الايزو لازم تقدم الخدمه كل مره زي اول مره نفس الجوده من غير اي اختلاف. تمام. فقلنا اول حاجه محتاجين ان انا اعرف كل المواصفات الفنيه للخدمه او المنتج اللي انا بقدمه. اتنين، لازم اراقب المواصفات دي بتطلع بنفس الصورة ولا لا. تلاتة، لازم اتحكم في العوامل المختلفة عشان تطلع بنفس الجودة. لازم احاول ان انا اكنترول هو ليه الاختلاف ده حصل، طب الاختلاف ده حصل من فين، ابتدي ان انا اعمل اكزامينيشن دايما عليها علشان ابتدي ان انا احدد ايه هي العوامل اللي حصلت له، ايه التغيير اللي حصل والتغيير ده حصل نتيجة ايه، واحاول ان انا اعالج الموضوع ده. لازم يكون عندي كمان عمليات تتبع لكل المنتجات علشان لو واجهتني مشكلة في إنتاج حاجة معينة أعرف إن أنا أعمل لها
تريسينج في السوق. دي بتحصل كتير جدا في شركات الادويه وشركات الاغذيه، بس هي يمكن بتبان قوي في شركات الادويه، ان ساعات بيبقى في باتش او بيبقى في تشغيله مثلا حصل فيها خطا فني في التشغيله دي، فبيجي مثلا ساعات بتلاقي في اعلان كده عن ان في نوع دواء معين، ان لو سمحتوا يا جماعه ما حدش يستعمل الدواء المعين ده علشان كان في مشكله في التصنيع والدواء ده انتشر في كل البلد، فاحنا مش عارفين هو مين دلوقتي اللي موجود، مش عارفين هو موجود فعلا في الغلطه دي ولا ما فيهوش. فالشركات الكبيره اللي بتبقى ماشيه على الايزو ستاندر بتبقى عامله حاجه اسمها باتش نمبر، ان كل تشغيله بيبقى فيها شويه مواصفات سيريال نمبرز كده، بتبقى فيها التشغيله دي طلعت في تاريخ كام، الشيفت بتاعها كان مين العامل اللي كان واقف عليها، التفاصيل بتاعتها طلعت امتى، طلعت راحت فين، اتوردت فين، كل الكلام ده بيبقى موجود على الباتش نمبر الموجود على التشغيل ده، بحيث ان هو لو حصل له مشكله يعرف ان هو بالسيريال نمبر ده يعرف يسحب كل المنتجات اللي كان فيها المشكله دي ويرجعها تاني مصنع ويعمل لها اعاده ضبط ويرجع ان هو يحطها تاني. في حاجه تاني كمان، حاجه غير ان هو موضوع السيريال نمبر بتاع التشغيل ده، في حاجه اسمها بوست دليفري اكتيفيتي اللي هي عمليات ما بعد اداء الخدمه، ان هو انت بتبقى عاوز تعمل اكتيفيتي بحيث ان انت تتاكد ان العميل هل هو راضي عن المنتج ده ولا لا، هل هو راضي عن الخدمه اللي انت قدمتها له ولا لا. دي بتبان شويه قلنا في الكاستمر سيرفيس او السيرفي اللي بتعمله معاك شركات الاتصالات بعد الخدمه ما بيقدموها لك، دايما بيقولوا لك في تليفون هيجي لك دلوقتي عن اداء ممثل خدمه العملاء عن مكالمتك مع الشركه، فده دايما بيبقى عاوز ان هو يتاكد ان هو مقدم لك الخدمه بطريقه كويسه، ان انت راضي عن الخدمه دي. ده برضو بيبان في السيرفيز اللي بيقولوا لك مثلا ان في المطاعم مثلا او في الاماكن انت بتبقى موجود فيها حط رقم هنا ان الخدمه دي انت هل هي نالت على رضائك ولا لا. فدي اللي بيسموها بوست دليفري اكتيفيتي، ان هو عمليات ما بعد البيع، ان انت خلاص احنا بعنا المنتج ده، عاوز تتاكد ان هو المنتج ده حصل على رضا العميل. بعد كده بنتكلم في الريليز. الريليز اول حاجه فيه بنقول ان احنا اول حاجه لازم تشيك ات ان احنا بنفحص المنتج بتاعنا او الخدمه في مرحله مناسبه، يعني ما ينفعش تستنى لحد ما يحصل تشغيل للمنتج ده او الخدمه دي 100% وبعدين تبتدي تفحص في الوقت ده، ده كده خلاص انت كل بالنسبه لك ده هيبقى هدر، لان انت هتبتدي من ستيب نمبر 1. فانت لازم تفحص المنتج او الخدمه بتاعتك في عمليات التشغيل خلال مرحله التشغيل كلها، مش لازم نستنى لحد الاخر. تاني حاجه التحقق من التطابق للمواصفات قبل الافراج عنها. ما ينفعش بعد ما انا اعمل للمنتج بتاعي ريليز ان انا ابتدي بعد كده بعد ما اعمل له ريليز اعمل عليه تشيك، طب انا استفدت ايه لما عملت له تشيك؟ بعد كده هبتدي بقى ان انا اسحبه تاني من السوق، طب ما انا كان في ايدي ان انا اعمل له تشيك او اعمل له فيريفيكيشن قبل ما اطلعه للعميل. طيب انا خلاص عملت الفحص في مرحله مناسبه من انتاج المنتج ده، بعد كده اتحققت من المطابقه وخلاص تمام طلعت مطابقه، احتفظ بالإيفيدنس اللي انا طبقت بيه ده علشان يوم ما تحصل مشكله تانية، المشكله بقى انا كده خلاص عملت التشغيل بتاعي وقدمت الخدمه بتاعتي او قدمت المنتج بتاعي بشكل كويس، ممكن بعد كده تحصل مشكله مثلا في التخزين. طب ايه الاثبات ان المشكله حصلت في التخزين ما حصلتش في التشغيل؟ ان انا هيبقى عندي ان في عندي إيفيدنس بان انا الكونفورميتي بتاعت المنتج ده خلاص هو كان طالع من عندي في التشغيل بطريقه كويسه وهو المنتج كان طالع مطابق، انما حصلت مشكله بعد كده في التخزين فدي مش مشكله التشغيل، تبقى مشكله تانية وهنحاول نحللها نشوف لها ايه حلها، بس مش هي دي مشكله التشغيل. فلازم الاحتفاظ باثبات المطابقه للمعايير اللي تم تنفيذها قبل كده. طيب ايه تاني؟ لازم احتفظ بوثائق التتبع عشان لو حصلت مشكله في باتش مثلا زي ما احنا كنا بنقول من شويه، اقدر ان انا اعمل لها تريسنج واقدر ان انا اسحبها من السوق بسهوله، ما استناش لحد ما ان انا اعرف العميل ايه المشكله اللي حصلت وارجع بعد كده ان انا احاول ان انا انزل بقى الاعلانات اللي بتحصل دي، انا هقدر ان انا اسحبها من السوق واحل المشكله وخلاص على كده. وطبعا قبل ما نخلص ده لازم ان احنا نعمل ريتين للدوكيمنت انفورميشن علشان احتفظ بكل البيانات دي وكل الريكورد دي، وما يعني احاول ان انا احتفظ بيها
as a historical record وحاجات تانية ان انا اقدر ان انا اعمل فحص وان انا محاول ان انا ارجع للدوكيومنتس دي ابقى انا راجع لها وهي موجودة عندي وما عنديش فيها مشاكل. طيب اخر حاجة، طب انا لو عملت الفحص وعملت وطلعت الحاجة مش مطابقة للمواصفات هيبقى ايه الحل؟ اول حاجة بحدد تحديد ومعالجة المخرجات الغير مطابقة. انا دلوقتي اول حاجة بحدد هو ايه الايتم ده مش مطابق ليه، ايه المشكلة في عدم المطابقة بتاعته، ايه مشكلة عدم المطابقة بتاعته، احددها الاول وبعدين اشوف هل هي ينفع لها علاج فانا ينفع ان انا ادخلها في مراحل تشغيل تاني من اول وجديد وليها علاج وتنفع ان هي تمشي وتطلع خلاص منتج مطابق، ولا هل هي خلاص كده انا محتاج ان انا انزلها درجة تانية وتتباع على انها درجة تانية وما ينفعش خلاص كده فيها تشغيل تاني، ده برضو حل تاني. طيب انا دخلتها مرحلة تشغيل من اول وجديد تاني، رجعتها تاني لعمليات التشغيل وبدأت ادخلها في البروسيس بتاع التشغيل، طيب ايه الكوركتيف اكشن اللي انا محتاجة ان انا اخده في الاجراء اللي انا ابتدي ان انا اتعامل فيه مع المنتج ده علشان يطلع لي منتج مطابق، هشوف ايه الكوركتيف اكشن ده. طيب انفذ الكوركتيف اكشن ده وابتدي ان انا اطبقه على المنتج ده، طب طلع لي منتج اعرف من فين بقى ان هو مطابق ولا مش مطابق، ابتدي ان انا تاني اعمل له مطابقة، هل هو مطابق ولا غير مطابق، لو طلع مطابق خلاص تمام يبقى انا كده عندي الكوركتيف اكشن اللي انا عملته ده كده سليم وده حل المشكلة عندي وخلاص كده المشكلة اتحلت. طب انا عندي طلع برضو الايتم ده مش مطابق للمرة التانية يبقى انا عندي الكوركتيف اكشن اللي انا اتخدته ده مش هو ده سبب المشكلة، لا هو سبب المشكلة حاجة تاني، ارجع تاني اشوف ايه هي كانت سبب المشكلة وابتدي ان انا احط كوركتيف اكشن تاني وابتدي اعمل نفس البروسس لحد ما اوصل لحل المشكلة دي، خلاص المشكلة اتحلت الحمد لله، المنتج هيتعمل له ريليز وكده مشكلة المنتج ده اتحلت. طيب احنا كانت عندنا هنا نقطة فين؟ في النقطة رقم 5 البروفيجن كنا ما اتكلمناش عنها اللي هي control of change، اي تغيير بيحصل عندي عن العقد المتفق عليه او في الدوكيومنتس او في الكونتراكت لازم يكون دوكيومنت. ليه؟ فرضا انا عندي عميل كل شويه بيغير رايه، النهارده عاوز الديزاين بالشكل ده بكره عاوز الديزاين بشكل تاني، لو انا سمعت كلام العميل وكل مره بغير الديزاين اول ما هو بيجي يقول لي ده محتاج تغيير ديزاين انا كده عندي مشكله، ممكن هو يجي في وقت من الاوقات يقول لك لا انا ما طلبتوش كده، لا انا طيب مش هو انا ما طلبتوش في الوقت بتاع التغيير ده احنا كنا لسه بنفكر. فاول حاجه من كنترول اوف تشينج ان لازم التشينج ده يكون دوكيومنت، لازم يكون موثق علشان تقدر ان انت تكسب فيه بعد كده، لو انت حابب ان انت تعمل كليم على التايم او على الكوست اللي انت نفذته في المشروع ده تقدر ان انت تكسبها بطريقه كويسه. فالكنترول في التشينج قلنا اول حاجه لازم يكون دوكيومنتد، تاني حاجه لازم التشينج ده يكون مدروس، يعني ما ينفعش يجي كلاينت يقول لي انا عاوز اهد الحيطه دي بالعمود ده واعمل في الحيطه دي فاضيه مثلا، طب ما انا ممكن لو انا سمعت كلامه وهديت العمود ده العمود ده ويقع لي المبنى كله، فانا كده عندي التشينج اللي اتعمل ده مش مدروس، طب انا كده استفدت انا كده بوظت المبنى كله في الاخر، هي مشكلتك انت لان انت اللي نفذت التغيير ده. فاول حاجه لازم اكون احرص ان يكون التغيير ده يكون موثق، اتنين لازم ادرس التغيير ده كويس جدا واشوفه هيأثر على ايه واشوفه ايه البلانز التانية اللي ممكن تتغير علشان التغيير ده حصل، واشوف هل التغييرات التانية دي تغييرات ايجابيه هتخليني اسهل السكوب واخلص شغلي على طول وتبقى حاجه كويسه، ولا تغيير سلبي هيخليني ان انا ابتدي اعمل تغييرات في حاجات تانية، طب ممكن في حاجات تانية تبقى عوائق ان انا ما اقدرش اغيرها، فلازم عشان كده لازم ادرسه ولازم اخلي كل الحاجات دي موثقة علشان اطمن ان الحاجات دي كلها under control. تمام، ندخل بعد كده في كلوز رقم 9 اللي هي ايه اللي هي البرفورمانس ايفالويشن. البرفورمانس ايفالويشن دي واحده من اهم المهام ان المنشاه لازم تهتم بيها في الايزو، بس للاسف في شركات كتير مش بتهتم بالموضوع ده، مش بتهتم بالايفالويشن. طيب هو ايه اهميه الايفالويشن اصلا؟ احنا دلوقتي في الشركات بتاعتنا لما بتيجي الشركه تعمل لنا احنا كموظفين ايفالويشن، هو ايه المهم؟ يعني هي بتعمل موظفين بتعمل الايفالويشن
عشان تقول ان الموظف ده كويس محتاج ترقية ولا مش كويس، ولا محتاجين ان احنا نمشيه، ولا محتاجين ان احنا نخليه، ولا محتاجين ده. لا خالص، الايفالويشن الهدف منه تقييم الاداء، ان هو يقول انت ايه المواضع الضعف اللي عندك وايه مواضع القوة اللي عندك. انا مثلا ممكن اكون language بتاعتي كويسة جدا، انا مثلا بعرف اتكلم كويس في الانجليش، بس مثلا المهارات بتاعتي في الكتابة مش قوي، فانا ممكن اكون شغال مثلا باك اوفيس مش فرونت اوفيس، فممكن اكون هما مشغليني مثلا سكرتارية مثلا على حاجة بكتب جوابات بعمل حاجات زي كده، وفي حد تاني هو اللي بيتعامل مع الكاستمر. طب انا لما بيتعمل ايفالويشن للناس اللي في الشركة دي، يبتدوا بعد كده يقولوا ان الراجل ده شاطر كويس جدا في الانجليش، فيقدر ان هو يتعامل مع الكاستمرز الاجانب اكتر من الراجل اللي في الفرونت اوفيس. فبالتالي احنا ممكن نغير، ناخد ان نستغل نقطة القوة اللي عنده في اللغة ده، ونخليه هو شغال يتعامل مع الكاستمرز، خلي الراجل التاني بما انه هو الشاطر في الحاجات بتاعة الكمبيوتر يتعامل هو عن طريق الكمبيوتر في الباك اوفيس. فدي حاجة ممكن تكون من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في الايفالويشن. تمام، فاحنا ايه الهدف من الهدف من البرفورمانس ايفالويشن؟ الهدف تقييم الاداء، انه يقول ايه مواضع القوه والضعف، هل الشركه دي بتحقق الاهداف اللي هو حط اللي حطها لنفسها ولا ما بتحققش، هل هي فعلا ماشيه على التراك اللي هي عاوزاه، ولا هي لا مغيره التراك وان هي مش ماشيه اصلا ومش حاطه بلان ومش عامله اي حاجه، هل الشركه بتنفذ السياسه اللي هي كاتباها لنفسها ولا لا، هل الشركه بتحدد رضا العميل فعلا بتحقق رضا العميل عندها ولا ما بتحققش ده. فدي من ضمن الأسئلة اللي بنسألها، اللي الأيزو بيسألها للشركة في الـ performance evaluation. تمام؟ طيب دلوقتي أنا لازم أقيم أداء الشركة بتاعتي، فأعمل إيه؟ أول حاجة لازم بيحدد هو بيقيس إيه، يعني لازم وأنا في الشركة أحدد أنا هقيس إيه. تاني حاجة لازم أعرف هقيم ده إزاي، يعني لازم يكون عندي كريتيريا تقول أنا هقيس إيه وهقيمه إزاي وإيه طرق القياس بتاعتي. لازم أحدد طريقة للقياس، إيه هي طرق القياس والمتابعة بتاعتي. طبعا أهم طريقة من طرق قياس الأداء اللي موجودة في الشركات عندنا هي الانترنال أوديت، اللي هو المراجعة الداخلية للشركة، إن هي بتحدد مجموعة من الناس هي اللي بتعمل الانترنال أوديت على بقية الشركة تانية كلها، وتحدد هل هم ماشيين على الكواليتي ولا مش ماشيين. تالت حاجة تحديد ان احنا نقيسه كل قد ايه، الفترة الزمنية اللي احنا بنقيس فيها الايفاليويشن ده قد ايه. طيب هل انا مثلا بعمل كده كل سنة، فالناس محتاجة ان هي تريح دماغها طول السنة وتيجي على اخر شهر في السنة تظبط ورقها وتظبط حاجتها وخلاص تستعد للأودت، ولا هل انا بعمله مثلا كل 3 شهور، فبالتالي الناس بتبقى عارفة ان عليها فولو اب طول الوقت، فبتبقى دايما مستعدة ودايما ورقها جاهز وحاجتها جاهزة ان هي تقدم الريبورتس بتاعتها وتبقى ماشية على الكواليتي بطريقة صح ولا لا. فقلنا اهم حاجة من ضمن الحاجات دي ان هما 3 حاجات، لازم نحدد احنا بنقيس ايه وهنقيمه ازاي، 2 لازم نحدد طريقة القياس والمتابعة هتبقى عن طريق ايه، تاني حاجة لازم نحدد الفترة الزمنية اللي احنا بنعمل فيها الميجرمنت بتاعتنا دي كل قد ايه. بعد كده بنتكلم عن الانترنال اوديت. لازم الشركة بشكل منتظم تعمل مراجعات داخلية لكل العمليات اللي بتحصل داخليا، وتحدد لها مواعيد ثابتة. طيب هدفها ايه المراجعة دي؟ هدفها مراجعة كل العمليات اللي بتحصل في المنظمة ومقارنتها بالسياسات والإجراءات الموضوعة، وتتأكد إنها بتنفذ الإجراءات دي بشكل صحيح. تمام؟ طيب إيه كمان؟ هدف الأودت إيه بقى؟ الأودت بيحدد يشوف هل إحنا بنحقق الأهداف بتاعة الشركة ولا لأ؟ هل إحنا ماشيين على الستاندر بتاعة الأيزو ولا لأ؟ طبعاً ده لإما بتشوفه على الشركة ككل أو بتشوف على كل ديبارتمنت واحدة. طيب الأيزو بيطلب إن نظام الانترنال أودت يمشي إزاي؟ أول حاجة بيتم تكوين فريق للمراجعة مستقلة عن الإجراءات، يعني ما ينفعش أخلي هو اللي بيراجع ده شغال في ديبارتمنت تبع في أي ديبارتمنت من الديبارتمنت بتاعت الشركة بتاعتي. لازم تكون إدارة مستقلة
مسؤولة عن الايزو ومسؤولة عن الكواليتي، زي مثلا إدارة الكواليتي هي دايما اللي بتبقى مسؤولة عن تنفيذ الايزو وعن المراجعات الداخلية بتاعته. طيب بيبتدي الفريق يراجع إجراءات الشركة ويشوف النقط اللي هيفتش عليها، يبتدي يحدد ايه النقط اللي هيفتش عليها، ويبتدي يشوف ايه الديبارتمنت هيدخل على مين اول ومين لا، او مين يعني يبتدي ان هو يدي الجدول بتاعه للاوديت اللي هيعمله. بعد كده بيجهز لنفسه حاجه كده زي تشيك ليست علشان يستخدمها وهو بيفتش على العمليات اللي بتحصل قدامه. حضرتك لو كنت من ضمن الشركات بتاعت الكونستراكشن اللي احنا شغالين فيها، بيبقى داخل عليك الراجل بتاع الاوديت بتشيك ليست كده مكتوب فيها. اول حاجه ان هو لازم مثلا يشوف الاورجانيزيشن شارت بتاعه الشركه او بتاعه الموقع بتاعه، يشوف الكواليتي بلان اللي محطوطه عنده، يشوف البوليسي، الورقه بتاعه البوليسي اللي متعلقه المفروض في اي مكان من 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 مكاتب الشركه، المفروض انها تبقى في مكان ظاهر في الشركه. يبتدي يشوف هل سياسه الكواليتي منتشره ما بين الناس في الديبارتمنت او في البروجكت ده ولا لا. بيشوف مثلا الماتيريالز، بيشوف اول حاجه هل الحاجه موجوده في مكانها، هل الاركايفنج موجود في مكانه، هل الرننج دوكيومنتس دلوقتي اللي انت بتتعامل فيها هل موجوده في مكانها ومعمول لها فايلنج بطريقه صحيحه. بيبتدي بقى ياخد من عندك ماتيريال مثلا او ريكويست فور انفورميشن او اي حاجه، بياخد كل التريد بتاعها لحد ما يوصل بيها لاخر دوكيمنت ممكن تكون اتسلمت بيها، يشوف كل الريفرنسز بقى اللي جايه في الدوكيمنت دي لاخرها. فالتشيك ليست دي بيخليه بقى ان هو يتابع مثلا ياخد حاجه من الشوب درون، ياخد حاجه من الماتيريال، ياخد حاجه من الريكوست فور انفورميشن، من الريكوست فور انسبكشن، ياخد كل دوكيمنتس من دوكيمنتس دي ويعلم عليها هل هي فعلا موجوده، هل هي مطبق عليها الكواليتي، هل الورقه مطابقه دي للمواصفات ولا لا، هل الورقه كنترولد ولا لا، هل عليها الاختام والامضاءات والكلام ده كله ولا لا. فالتشيك ليست دي بيخلي الاوديتور يراجع كل الايتمز الموجوده عندك في الستاندرد ويتاكد عشان ما ينساش اي حاجه، يتاكد ان كل حاجه معموله بشكل صحيح. تمام. بعد كده بيبتدي ان هو يحط خطه للتفتيش، هيفتش امتى على انهي اداره ومحتاج مين معاه في التفتيش. في ساعات ان الكواليتي بيشترط ان هو ياخد ممثل من الاداره دي معاه علشان يبقى شاهد على الميتنج بتاع الاوديت ده، عشان ما حدش يقول ان هو الراجل ده كان عنده مثلا كان عنده حاله مطابقه وهو كتب ان هي حاله غير مطابقه. لا، لازم يكون في حد من الديبارتمنت ده شاهد معاه في الاوديت ده، في الميتنج بتاع الاوديت ده. تمام. طيب هو جه وحط الخطه وبدا يعمل التفتيش. بعد ما يخلص عمليه التفتيش دي بيطلع تقرير عن الاداره اذا كانت مطابقه للاجراءات والسياسات ولا لا، وبعدين بيرفع التقرير ده للاداره المعنيه وبيقول ان في بعض النقاط او الاجراءات مخالفه للسياسات والستاندرد بتاعتنا، وبالتالي محتاج ان هو يحط لها كوركتيف اكشن او اجراءات تصحيحيه. طيب المخالفات او عدم المطابقه دي بتسمى نون كونفورميتي، او بنسميها نون كونفورميتي. تمام. اللي احنا بناء عليها بنعمل عليها كوركتيف اكشن. طيب الانترنال اوديت بيطلع حالات عدم مطابقه وبيبعتها للإدارات المعنية عشان تبتدي تحط لها إجراءات تصحيحية، وبتبعت الإجراءات دي للفريق علشان يقول إن الإجراءات دي هتحل المشكلة ولا لا. يبعتها طبعاً للفريق الأودت عشان يتأكد منها هل الإجراءات التصحيحية اللي الديبارتمنت دي عملتها مطابقة وفعلاً هتطلع لنا منتج صحيح، أو هتخلي الديبارتمنت دي ماشية كده على التراك معانا ولا لا. في الآخر الانترنال أودت بيتابع تنفيذ العمليات والإجراءات دي لحد ما تنتهي ويتأكد إن كل حالات عدم المطابقة اتقفلت وبقت ماشية على إجراءات الشركة المظبوط. طيب باختصار كده الأودت ده عبارة عن إيه؟ الانترنال أودت هو وسيلة بتستخدمها الشركة علشان تقيم بيها أداء والتزام الشركة كشركة أو كل إدارة على حدة. تمام؟ طيب أنا دلوقتي خلاص عملت الأودت وخلصت وطلعت الريبورت وعملت كوركتيف أكشن وتمام زي الفل وكده، خلاص ما عنديش حاجة، أنا كده خلاص خلصت؟ لا طبعاً. في عندي حاجه اسمها مانجمنت ريفيو. المانجمنت ريفيو ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مراجعه الاداره. المانجمنت ريفيو ده هو اجتماع او مجموعه من الاجتماعات اللي بتعملها الاداره العليا للشركه، بتراجع فيها كل عمليات تقييم الاداء والاهداف والسياسات والنتائج علشان تحسن بيها اداء الشركه. كل الريبورتس بتاعت الاودين دي بتبقى انبوت لاجتماع الاداره ده
علشان يطلع منه الاوتبوت. الاوتبوت بقى بتاعته ايه؟ ان هي الاجراءات التصحيحيه اللي احنا اتفقنا عليها في الاول، بس دي اجراءات تصحيحيه للشركه ككل، مش اجراءات تصحيحيه للديبارتمنت اللي طلع عنده النون كونفورميتي. تمام. طيب تاني حاجه بيعمل الخطوات، بيحدد ايه هي الخطوات اللي انا الشركه هتاخدها علشان تحقق الاهداف او تطورها. تالت حاجه ايه هي الموارد اللي الشركه محتاجاها علشان تؤدي طبيعه عملها او تؤدي عملها ده بشكل صحيح وشكل مظبوط. تمام. ده كده اللي بنتكلم عن الايفالويشن. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها الستاندر بتاعه الامبروفمنت اللي هي التحسين. عندنا نقطتين في التحسين، اول حاجه نون كونفورميتي اند كوركتيف اكشن، وتاني حاجه الكونتينوال امبروفمنت. طيب اول حاجه النون كونفورميتي اند كوركتيف اكشن كنا لسه بنتكلم عنها وبنقول ان هي اصلاح المشاكل اللي حاصله في المنظومه نفسها. يعني انا بحاول ان انا اصلح المشاكل اللي عندي اللي حاصله في المنظومه اللي عندي. طيب اصلحها ازاي؟ من خلال عمليات التشغيل بتحصل مشاكل، ومشاكل كتيرة جدا بتقابل الناس. طبعا بتبقى نتيجة إما أخطاء فردية أو إكويبمنت مثلا محتاجة إن هي تتعمل لها صيانة، محتاجة إن هي اتشغلت بطريقة غلط، حصل لها أي مشكلة، سيرفر مثلا وقع، أي حاجة من الحاجات دي. لازم المشاكل دي بتحصل في عمليات التشغيل، إذا كانت في الكونستراكشن أو إذا كانت في التصنيع. طيب ممكن الإجراءات دي بتكون فيها شوية أخطاء. الايزو بيطلب ان الشركه يكون عندها اجراءات ازاي تتعامل مع المشاكل اللي بتحصل لها دي. اصلا ما ينفعش الشركه تتعامل على اساس ان هي عمرها ما هيحصل لها اخطاء، عمرها ما هيحصل لها مشاكل. طب ازاي؟ فلازم تتعامل مع حالات عدم مطابقه، لازم يكون عندها اجراء بيقول ان هي تتعامل ازاي مع حالات عدم مطابقه. طيب فرضا الشركه ما عملتش الاجراء ده، يبقى عندنا حاجه من اتنين، يا اما الشركه دي ما بتغلطش تماما ودي شيء مستحيل، لإما الشركة دي مش فاهمة يعني إيه إجراء تصحيحي، أو مش فاهمة يعني إيه عدم مطابقة، وهي كده تبقى أخلت بشرط إلزامي من شروط الستاندرد بتاع الأيزو. طيب الأيزو عاوز إيه في حالات عدم المطابقة؟ أول حاجة لازم يكون في إجراء موثق في الشركة للتعامل مع حالات عدم المطابقة. اتنين، أول ما تكتشف حالة عدم المطابقة تعمل عملية تصحيح للمشكلة اللي حصلت بسببها المشكله دي اللي بيسموها فيكسيشن. يعني فرض مثلا انا حصل عندي مشكله في تشغيله او في باتش معين في المصنع مثلا، فمحتاج ان انا اول حاجه ان انا اعزل المنتج ده وبعدين اشوف اللي هعمله بعدين. عشان اول ما اعزل المنتج ده انا كده بدات ان انا اعمل فيكسيشن للمشكله، وبعدين هشوف ايه الاجراء اللي انا ممكن اخده مع المنتج ده علشان ابتدي ان انا اعمل له كوركتيف اكشن. فاول حاجه ان هو اعمل فيكسيشن للمشكله اللي حصلت عندي. ثلاثة، إن أنا أفتح تحقيق في الواقع عشان أعرف السبب الجذري للمشكلة، مش سبب المشكلة، السبب الجذري للمشكلة اللي هو السبب الأساسي اللي سبب المشكلة دي في الإنتاج. تمام؟ بعد كده نحط خطة لإصلاح السبب ده بتاع المشكلة دي اللي هو corrective action اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب أنا حطيت الخطة وعزلت المنتج الأول، وبعد كده عملت التحقيق، وبعدين حطيت الخطة، أبتدي بقى أنفذ الخطة وأحدد مين هيعمل ايه امتى. دي اهم حاجه، علشان انا لو سبتها عايمه كده مش محدد مين المفروض يعمل، مين اللي هيعمل كوركتيف اكشن ده وهيعمله ازاي وهيعمله امتى، ممكن محدش يعمل حاجه. تمام. بس انا لما بحدد حد ريسبونسبل عن التاسك دي او ريسبونسبل عن الكوركتيف اكشن ده، هيتم وهقدر ان انا احاسب اللي انا حددته ده ان هو ما عملش التاسك بتاعه. تمام. رقم 6، نشوف فعاليه تنفيذ الاجراءات دي، هل هي فعلا تمت، هل هي فعلا حلت المشكله ولا ما حلتش المشكله. طيب لو الاخطاء قلت او اتمنعت يبقى انا كده خلاص اقفل الاجراء، كده المشكله عندي اتحل. طيب لو انا المشكله عندي اتكررت تاني، يبقى الحل اللي انا حليته ده ما حلش المشكله بطريقه جذريه، لا كان في حل تاني المفروض ان انا اعمله، ارجع تاني اعمل انفستيجيشن من اول وجديد واحدد المشكله هي ايه، واحاول ان انا احدد الشخص اللي هيبقى مسؤول عنها، وابتدي ان انا انفذ الخطه علشان اشوف ايه حل المشكله الاساسيه دي. طيب انا كده خلاص خلصت وطلعت عندي في الاخر. طبعا بعد كل ده لازم ان انا اوثق المستندات اللي انا عملت بيها كل الحلول دي. ليه؟ علشان لما اوصل لنقطه واسيب البوينت دي لحد كده اتنقلت بقى انا من مكاني، محدش بقى موجود في البتاع اللي حصلت مشكله تانية في شفت انا مش موجوده فيه،
محدش يبتدي من الصفر، يبتدي ان هم يكملوا على البلان اللي انا عملتها، يكملوا على الخطوات اللي انا خدتها. اخر حاجه بنتكلم فيها في الايزو اللي هي continual improvement، هي عمليات التحسين المستمرة على كل العمليات اللي بتحصل في الشركة. طيب التحسين المستمر ده هو احنا اسمه تحسين، يعني ما عنديش مشكلة، انا خلاص ما عنديش مشكلة وحليت كل مشاكلي وعملت كل الكوركتيف اكشن بتاعتي، انا عاوز احسن من العمليات. الايزو بيقول ان الشركة لازم يكون عندها اجراءات تضمن التحسين المستمر على العمليات اللي بتحصل لها في الشركة دي. تمام، يبقى انا حتى الكويس من العمليات اللي انا بعملها بعمل تحسين مستمر بهدف لإما زيادة الربحية أو تحسين الأداء أو تقليل المشاكل أو زيادة الإنتاجية أو زيادة رضا العميل. فلازم التحسين المستمر ده بيكون موجود طول الوقت علشان أبتدي إن أنا يكون عندي إجراءات بتضمن التحسين المستمر على العمليات اللي بتحصل في الشركة عندي. فبالتالي التحسين المستمر ده شيء مهم جدا ولازم جدا في الشركات عندنا. تمام؟ إحنا كده خلصنا الستاندر بتاعة الأيزو، هنبتدي بعد كده نطبق على الإجراءات بتاعت الدوكيمنت كنترول. تحبوا وفي سؤال في الشات دكتور بيقول ممكن موديلات عن الكونفيرميتي اند انكونفيرميتي دوكومنت بي دي اف. طب ما هو بس في انه مجال، يعني في مجال الانشاءات، في مجال التصنيع، في انه مجال، ان كل مجال بيبقى ليه تشيك ليست وكل مجال بيبقى ليه الكونفيرميتي بتاعته، مطابقه وعدم المطابقه. لازم تحدد هو انه مجال اللي انت شغال فيه. هو في سؤال تاني بيتكلم ممكن المراجع والمواقع، اظن دي في اخر سلايد صح؟ دي موجوده في اخر سلايد. في كل محاضره بنكتب كل المراجع اللي احنا، كل المواقع اللي احنا استعملنا من، يعني اللي احنا عدينا عليها وخدنا منها معلومات. هو اللي بيتكلم على المجال ده بيقول المجال الكونستراكشن. طيب تمام، هبعته لحضرتك، هحطه على الجروب. طيب في اخر بعد المحاضره هحطه لك على الجروب. احنا كمان هشير لكم على الجروب ان شاء الله المواصفه على اكسل، كل المواصفه بكل بنودها بكل السب كلوزز بتاعتها، عشان تبقى بالنسبه لكم اسهل ان انتوا تقدروا توصلوا لها. في سؤال بيقول is there software manage the process not word and excel. اه طبعا في سوفت ويرز كتيره جدا بتمانج القصه دي، زي اكونكس، زي البيم، في حاجات كتيرة قوي دلوقتي بتمانج الدوكيمنت كنترول، مش بس الاكسل. الاكسل والوورد ده بقت حاجة قديمة جدا وبتبقى موجودة في البروجكت اللي هي صغيرة اللي تقدر انت تكنترول عليها، بس في الميجا بروجكت دايما بيستعملوا سوفت ويرز عشان بيبقى الورك فلو عندهم عالي جدا، فما فيش اي اكسل ولا اي حاجات من كده تقدر ان هي تكنترول الشغل. هل يوجد امتحان في النهاية؟ ان شاء الله في امتحان، هو برضو زي ما قلنا اسمه evaluation، يبقى في evaluation لان حضرتك ألميت او ان انت استوعبت كل اللي احنا اتكلمنا فيه في الكورس. مش هيبقى امتحان، يعني هيبقى كده كده مع حضرتك عندك شهادة الحضور، بس evaluation ده هيبقى هنا عشان بس نقدر ان احنا نقيم حضرتك استفدت من الكورس ولا ما استفدتش منه. أستاذة هيام سوفت وير، إحنا قلنا الأكونكس وقلنا البيم، دي أمثلة للسوفت ويرز اللي هما بيشتغلوا بيها دلوقتي في الكونستراكشن. يعني في سؤال، ما هي مهام مراقب الوثائق في الشركات العقارية؟ مراقب الوثائق بتبقى المهام بتاعته كلها في كل أنواع الشركات. أول حاجة إن هو بيدي بيبقى بيتابع السيريال بتاعت الدوكيمنتس اللي بيطلعها، بيحط مانجمنت سيستم للدوكيمنتس بتاعته، بيقدر ان هو يكنترول كل البروسيس الموجوده في الشركه على الدوكيومنتس الفنيه، بيتابع الاجراءات، تنفيذ الاجراءات دي في الشركه. ايه تاني؟ بيتابع الرضا العملاء، بيتابع بتاع ده الطلبات، الاستبيانات، طلبات الشراء او الحاجات دي كلها، يتابع كل الدوكيومنتس الموجوده اللي هي داخله الشركه واللي خارجه من عنده من الشركه. هي مين اللي بيبقى مسؤول عن اللاترز مثلا والايميلز والفاكسز والكلام ده، بس هو بيبقى مسؤول عن كل الدوكيومنتس الموجوده في الشركه، كل الدوكيومنتس الفنيه يعني. هم امين واياكم.
ايه الفرق ما بين الدوكيومنت كنترول والداتا انتري؟ الداتا انتري بيكتب الحاجه، يعني الداتا انتري بينقل الانفورميشن الموجوده في ورق على الكمبيوتر، يدخلها بس هو مدخل البيانات، بيدخل البيانات دي بس على سيستم. انما الدوكيومنت كنترول هو بيكنترول كل البروسيس بتاعت الدوكيومنتس الموجوده في الشركه عنده، بيستلم الاوراق وبيطلع من عنده الدوكيومنتس اللي هي المفروض تطلع للاكسترنال بارتيز، بيتابع تنفيذ الاجراءات بتاعت الكواليتي وبتاعت الاوديت في الشركه عنده، بيتابع كل الدوكيومنتس الفنيه في المشروع او في الشركه بتاعته. ملوش علاقه خالص بالداتا انتري، لان الداتا انتري هو بس ما كل ما عليه ان هو بينقل الدوكيمنت اللي عنده، بيحولها الانفورميشن موجودة على السيستم. بس الدوكيمنت كنترول بيكنترول كل الانفورميشن والدوكيمنتس الموجودة عنده في المشروع. استاذ محمد رواضه اتفضل. أستاذ محمود رمضان اتفضل. طب أستاذ عبد الله عماد الدين اتفضل. أنا بس هتضغط على المايك هيفتح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا دكتورة، أنا كنت بس عايز أسأل على الفرق بين الترانسميتال والسبميتال، وهل كفر الترانسميتال رقم الترانسميتر نفسه بياخد سيريال، بياخد ريفيجن، ولا هو فور ريكورد بس؟ لا ثانية واحدة، رقم الترانسميتر بياخد ريفيجن ولا هو في الريكورد؟ ما فهمتش السؤال. يعني انا دلوقتي جالي ترانسميتر مثلا، ترانسميتر رقم 10، جالك ترانسميتر ولا جالك سبميتر؟ لا ترانسميتر تمام كفر ترانسميتر، الترانسميتر فيه درونج، فيه مثلا 10 درونج، تمام الدرونج دي خدت اكواد معينة، هل بعد كده لما يجي الحاجات في مثلا الدرونج دي خدت مثلا كود سي، فهترجع تاني عشان تتراجع عليها، تمام هي اكيد طبعا الدرونج هتاخد ريفيجن لما تتقدم تاني. السبميتال بقى رقم الترانسميتال نفسه ده يبقى 11 12 بعد كده، ولا يبقى 10 ريفيجن واحد؟ لا يبقى 10 ريفيجن واحد. 10 ريفيجن ليه؟ واحد. لان انا ما غيرتش حاجه في السبميتال، انا ما غيرتش حاجه في الترانسميتال اللي عندي، انا قدمت دروينج هي نفس الدروينج، بس انا غيرت طلع منها اصدار تاني علشان اقدر اتراك التغييرات اللي حصلت في الاصدار ده من اول ما طلعت ريفيجن زيرو لحد ما طلعت، لازم اتراكها كلها على ترانسميتال نمبر واحد، ما ينفعش ان انا اغير فيها ترانسميتال نمبر. يعني تمام؟ الترانسميتال نمبر يتغير، ياخد ريفيجن عادي. يعلى ريفيجن زي ما اللوحه هتعلى ريفيجن. ممكن حاجه تانية، ممكن الترانسميتال نمبر يعلى وفي ممكن شويه دروينجز ما تتقدمش، زي مثلا زي ما حضرتك بتقول انا عندي الترانسميتر فيه 10 لوحه، في ممكن خمسه منهم يتعمل لهم بي سبميت تاني وياخدوا ريفيجن 1. تمام؟ تمام. ممكن شهر شهرين حصل تعديلات تانية في المشروع، ممكن بعد كده الترانسميتال ده يعلى ريفيجن تاني يبقى ريفيجن 2، وفي لوحه من اللوح اللي كانت ريفيجن 0 تعلى هي تبقى 1. تمام؟ فبقى انت عندك كده الترانسميتر ريفيجن 2 والدروينج ريفيجن 1، فهمتني؟ تمام تمام. تمام الفرق ما بين الترانسميتال والسبميتال ان السبميتال عباره عن دوكيومنتس بتتقدم تو سبميتد للكونسلتنت. تمام؟ فهي كل الدوكيومنتس اللي بتتسلم للكونسلتنت بتسمى سبميتد. تمام؟ الترانسميتال هو الكفر اللي بيبقى على وش السبميتال علشان يستلم عليه. الكفر ده بيبقى موجود فيه كل البيانات بتاعت السبميتال ده، بيبقى فيه موجود السيريال نمبر، السيكونس نمبر بتاعه، التاريخ رايح من فين لفين، التريد بتاعه، الريفيجن بتاعه اللي هو رقم الاصدار بتاعه، بيبقى عليه الاختام بتاعتك، بيبقى عليه الامضاءات، بيبقى عليه كل حاجه، بيبقى عليه الاكشن كود، كل الحاجات دي بتبقى موجوده على الترانسميتال من بره. الترانسميتال ده هو الكفر بتاع السبميتال، انما السبميتال كتكنيكال دوكيومنتس تعتبر ان هي اسمها سبميتال. تمام؟ شكرا. مش العفو. سؤال بيقول هل في شركة أو جهة في مصر تستطيع اختبار الموظف في الأيزو بحيث يقدر يقول عن نفسه إن هو أيزو سيرتيفايد؟
في شركات بتدي شهادة الايزو، بتدي اعتماد ان حضرتك على دراية بتطبيق الستاندر بتاعة الايزو، وبتاخد شهادة بكده ان انت ايزو سيرتيفايد. شركات كتير في مصر بتعمل كده. في حد كاتب ممكن داتا مشروع كامل من تنظيم حضرتك كمثال حي نستفيد منه، مش شرط معلومات المشروع الأساسية وطريقة الفايلينج واللوكس. احنا فعلا هنعمل كده في موديول نمبر 2 بتاع البروجكت دوكيمنت اند مانجمنت كنترول. هنعمل فيه كده، وهنجيب مشروع حي وهنشتغل عليه، وهنقسم نفسنا بارتس، جزء كونسلتنت وجزء كونتراكتور، علشان نبتدي ان احنا نلعب الدورين، وفي نفس الوقت نوضح بطريقة عملية هي ايه دور كل واحد فينا وهو بيتابع شغله ازاي. ده ان شاء الله هيبقى في موديول نمبر 2، بس احنا دلوقتي بنتكلم شوية بطريقة اكاديمية او بطريقة نظرية عشان نفهم بس كل حاجة بالتفصيل، انما ان شاء الله في موديول نمبر 2 هنجمعهم كلهم ونتكلم يوم عنهم بطريقة عملية يعني. مهندس محمد اتفضل. يعطيك العافية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة، بس سؤال بالنسبة للسب ميتال وترانس ميتال. السب ميتال بحتاج موافقة، يعني نستنى عليه رد اوفيشالي، والترانس ميتال ما بحتاج، بس فور ريكورد صح؟ الترانسميتال ده كفر للسبميتال، دي حاجة تقديمة. انت لما بتيجي حضرتك تقدم سبميتال، بتقدم فيه تكنيكال دوكيومنتس، تمام، او تكنيكال انفورميشن، بتبقى محتاج كفر ليها علشان تقدر تديها للدوكيمنت كنترول يقدر يتابع بيها شغله، تمام. يعني زي سيديات مثلا، بدي اقدم مثلا سيديات عن المشروع، عن صور المشروع، عن ريبورتس في المشروع، تقدر تقدم فيه بترانسميتر. ماتيريال سبميتال مثلا، ماتيريال ابروفل تو ديليفر تو سايت، تقدر تقدم ايه، شوب دروينج، اسبلت، كل الحاجات دي احنا بنسميها سبميتالز، تقديمات. انت حاجه تكنيكال دوكيومنتس او تكنيكال انفورميشن عاوز تنقلها من مكان لمكان، عاوز تنقلها من الكونتراكتور توصلها للكونسلتنت. هي ليها تمام. اجراء، الاجراء ده عباره عن ان حضرتك بتحط عليها كفر، ويبقى الكفر ده الفورم بتاعت الكفر دي بيبقى متفق عليها من خلال الكونسلتنت، موافق عليها ان المقاول هو اللي هيعملها، وبيملى فيها شوية بيانات عشان تبقى سهل على حضرتك وانت بتستلم ان انت تقدر تعمل تتبع للدوكيمنتس دي. انت سلام لما عليكم. تمام لما بتيجي تستلم الدوكيمنتس دي، ما ينفعش تستلم حاجة ما لهاش كفر، ما ينفعش تستلم حاجة ما عليهاش اسم صح ولا عليها نمبر، تمام. صحيح صحيح. الكفر ده احنا بنسميه ترانسميتال، الدوكيمنتس نفسها اللي جايه مع السبميتال ده، الدوكيمنتس نفسها اسمها سبميتال، اسمها تسليمه، تمام. ايوه اوكي. بس سؤال تاني معلش، اتفضل. هل الايزو المفروض الاوديت عليه كل فترة، كل قديش؟ بيبقى متفق عليه من خلال الشركه، يعني هو المفروض بيحصل مثلا 3 مرات في السنه او 4 مرات في السنه. الايزو بيحدد، الشركه بتحدد البلان بتاعت التفتيشات بتاعتها على كل مشروع، فبيبقى البلان دي محدده مسبقا من اول السنه، علشان كل بروجكت تمام يبقى ان الايزو هيبقى هيجيله في شهر ايه او هيجيله كام مره في السنه عشان اوكي يبقى متابع معاه. اوكي تسلم، شكرا. شرف. ما هي المدة المتاحة للسبميتر عند الاستشاري؟ على حسب العقد اللي ما بين المقاول وما بين الاستشاري. في دايما بتبقى الفيدك دايما بيقول ان هي 21 يوم، ريفيجن زيرو بيبقى 21 يوم، وريفيجن واي ريفيجن بعد كده بيبقى 15 يوم. في ناس بتبقى الفاست تراك بروجكت بيبقى لها مدة زمنية تانية، كل مشروع وعلى حسب الاتفاق بتاع العقد اللي ما بين المقاول والاستشاري. سؤال: بالنسبة للنماذج اللي بنستخدمها في الموقع والتي ترسل لنا من الإدارة الرئيسية والتي يوجد عليها كود ورقم إصدار، هل قسم الجودة يضع الأرقام بناء على ستاندر أم يضع أكوادا طبقا للمزاج؟ لا طبعا، هو بيحط أرقام طبعا الستاندر، هو بيحط سيريال نمبر كده بيبقى موجود في الفوتر من تحت اسمه كنترول كوبي، ده بتعني ان حضرتك ملتزم بالفورم دي وما غيرتش فيها اي حاجه.
لما بتيجي تغير في الفورم دي لازم ترجع للكواليتي ديبارتمنت اللي عندك في الشركة علشان تطلب منه ان الفورم دي انت هتعمل عليها تعديل، وهو بيعمل لك التعديل اللي انت عاوزه في الفورم دي، وبيدي لك ريفيجن تحت على التعديل بتاع على الفورم دي، علشان تبقى الكنترول كوبي دي معروف ان انت بتتعامل معاها في كل البروجكت بتاعك. طب فرضا ان انت في عندك دوكيومنتس ما فيهاش الفوتر ده، دي بتعتبر ان هي دوكيومنت ان كنترول، مش تحت الستاندر بتاع الايزو، ومشكله جامده جدا لو الايزو جه فتش عليك ولقى ان الدوكيومنتس اللي انت بتتعامل بيها او الفورمز اللي انت بتتعامل فيها في المشروع مش مطابقه للفورمز اللي هو اداها لك في اول المشروع، فلازم تلتزم بيها كويس جدا وتعمل حسابك ان انت لو ما التزمتش بيها هيبقى عندك نون كونفورمز في المشروع في البروجكت ده. اوديت سيرتيفيكت لمين؟ يعني لشخص ولا لشركة؟ عشان هتفرق. لشخص. بص يا سيدي، في عندنا اكتر من شهادة للاوديت، في مثلا كواليتي اوديت وفي انترنال اوديت، في مثلا الانترنال اوديت، هل ان حضرتك بتبقى اوديتنج، بتعمل اوديت على الشركة داخليا، وده ممكن يحصل عن طريق شهادة اسمها CIA اللي هي Certificate Internal Audit، وفي حاجة تانية بتبقى مالية اللي اسمها CMA، وفي أكتر من نوع من المراجعات الداخلية. فلو حضرتك عاوز تشتغل تبع للشركة عندك بس تبقى ليك ديبارتمنت مختصة بالإنترنال أوديت، فدي شهادة منفصلة تماما ملهاش علاقة بالدوكيمنت كنترول. انا ما درستش بيهم، علشان الاستاذ اللي بيسال ايه الجزء المشترك ما بين البي ام البي اي ام والكواليتي اشورنس، انا ما درستوش فمش عاوز افتي في حاجه انا ما اعرفهاش. استاذ اميروي دانياله، حضرتك لو عربي ممكن تبعت بس في الشات اي حاجه تثبت انك عربي، او لو فاهم انا بقول ايه ابعت لي في الشات اي كلمه عربي. كتب لك يس. طيب تمام، حضرتك دلوقتي تقدر تفتح المايك اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتشكرك استاذ على الكورس. انا عربي، انا من الجزائر. اهلا وسهلا. شكرا. والكورس ديالك يعني انا فاهمه كويس، لانه احنا شركه خاصه واحنا بنتبع كل هذه المراحل تاع الدوكيمنت كنترول مانجمنت انفورميشن. والمشكله انه احنا عندنا ايزو 2015. تمام. واحنا في شركتنا تخصصنا في البيم بيلدينج انفورميشن موديلينج. والسؤال اللي عاوزه اطرحه هو، هل يعني يكفينا اننا نبقى يعني نبقى نستعمل الايزو 2015، ولا لابد ان نروح للايزو 19650؟ والله هو على حسب السكوب بتاعكم في الـ في الـ في, الـ في الشركه عندكم. يعني انا بالنسبه لي اللي انا عارفاه ان الايزو 2015 9001 على 2015 ده بيتكلم على الكواليتي مانجمنت سيستم. هل انت هتطبقي الكواليتي مانجمنت سيستم في الشركه عندك ولا لا؟ احنا نطبقه الكواليتي مانجمنت، نطبقه من كل المراحل، البروسيجر كل المراحل نطبقها في الشركه عندنا. تمام. تمام، يبقى هتستمروا على ايزو 2009001. نستمر على 9001 بس. هتستمروا على 9001 لحد ما يحصل له ابجريد ويبقى ينزل له الفيرجن الجديد بتاعه. اوكي. متشكر، اتشكرك على الكورس. شكرا. العفو يا فندم. ميرسي. ميرسي صح. تمام كده يا دكتور، هي كده الاسئله كده انتهت. طيب تمام. شكرا، نشوفك على خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.